صباح الخير او مساء الخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم مهندس رشدي من مكتب باور برنت. دلوقتي هشرح لكم طريقه استخدام الكورل درو وازاي افرغ اي رسمه واخدها من الكورل درو واديها الارت كات عشان اقطعها على الكاتر بلوتر. احنا بنفتح البرنامج عادي خالص، بيبقى المنظر ده. بنفتح التصميم بتاعنا، تقريبا التصميم بتاعنا انا هقول له ان انا الفينيله بتاعتي طولها او عرضها 60 سنتي اللي هو 600 مللي وطولها 1000 ملي، واقول له ابتدي انشئ لي التصميم. هيبتدي يفتح معايا التصميم بالمنظر ده. تمام، بعمل فايل امبورت واجيب اي صورة انا عايز افرغها. انا مثلا منزل صورة اللوجو شركة اديداس. تمام، الموضوع بسيط خالص، في خطوتين بنعملها ببساطة. بدوس كليك يمين بلاقي حاجة اسمها اوتلاين تريس، واخش على اللاين ارت وسيبه هو يفرغ واقول له اوكي. بشد الجزء اللي اتفرغ على ناحيه الشمال واروح دايس كليك شمال على اللون الابيض وكليك يمين على اللون الاسود، اصبحت خطوط، اصبح ما فيهاش اي حاجه كده. خطوط اقدر اوديها على برنامج الارت كات، دخلها جوه الفايل. ممكن تظبط مقاسها بقى، يفضل لما تيجي تظبط مقاس طول في العرض تقفل القفل ده عشان يظبطها لك بسكيل. يعني لو خليت ان ده 30 سنتي يظبطها لك 30 سنتي، يعني 300 مللي، يظبطها لك بسكيل ما يبقاش بيكشكشها او يخليها معرضة او طويلة او الكلام ده كله. واقول له اكسبورت، بوديها بصيغة اسمها صيغة اسمها بي ال تي اتش بي جي بي ال بلوتر فايل. دي افضل صيغه بحفظ عليها، واقول له اسمها اديداس، ودوس اوكي. اجي الناحيه التانيه على برنامج الارت كات، افتحه اقول له التصميم بتاعي 600 في 1000 كرييت، واقول له فايل امبورت. انا سيفتها بصيغه بي ال تي، افتح الصيغه اللي هي اسمها بي ال تي على الديسك توب، هلاقي الفايل اسمه اديداس، ادوس اوبن هلاقي الفايل اتفتح لي اهو. واحنا شرحنا طريقة استخدام الارت كات، ان انا بخش كات اند بلوت، اختار الكتر بتاعي والوصلة اللي انا اوصل عليها، واتأكد ان الرقمين دول زي الرقمين دول، واقول له اعكس لي التصميم وكات اند بلوت وستارت. وهنا نبقى كده خلصنا شرح ازاي افرغ على الكورل درو واصدر للارت كات.